أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الفتوى تختلف من بلد إلى آخر؟ وما الضابط في ذلك؟ مأجورين؟ الفتوى لا تختلف من بلد إلى آخر، وإنما تختلف باختلاف المفتين ومبلغهم من العلم. قد يظهر لأحدهم ما لم يظهر للآخر من الأدلة، فهذا وجه اختلاف الفتوى نظرا لاختلاف مدارك المفتين، وكل يفتي بما توصل إليه علمه، ولكن إذا اختلفوا فالواجب الرجوع إلى الدليل، فمن كان معه الدليل فإنه يؤخذ بفتواه، ومن خالفت فتواه الدليل فهي خطأ ولا يجوز العمل بها. نعم.